بدي أسأل سؤال قد يكون محرج وخاص ويمكن أنت ما فكرتي فيه يوماً من الأيام، خلينا نتطرق له بهالحلقة. من بعد عمر طويل يا رب، وصيتك من بعد ما تموتي وين بتحبي تندفني، مصر أو سوريا؟ مصر. مصر. أف. هل قد عندك هالانتماء لمصر؟ عندي انتماء لمصر كبير، بس انت سألتني يعني انت شو بتحبي وين تندفني؟ وصيتك اكيد هذا شيء خاص. اكيد فيك. مصر. ايه بالعكس انا عم جهز المدفن. اف وين؟ بمصر باكتوبر. ليه من هلا؟ لانه لازم تجهزه. ما بيضعفوا اولادك قدامك بس يسمعوا هالخبر؟ لا ابدا بالعكس، حتى بفكر انه هلا يعني مثلا شي يوم جمعه اخذهم يزوروا المقابر وهيك. لازم، كثير مهم انك تعرف وين اخرتك، وين يعني لوين رايح. انا هذا الحكي مش اول مره بحكيه، كثير مهم انك تزور القبور لانه تعرف انه انت ما ماخذ معك شيء من هالدنيا نهائيا، وانك انت لا تملك شيء اطلاقا ولا تملك حتى نفسك، مشان ما تزعل على شيء وما نتقاتل على شيء. وما في شيء محرز يعني بهالحياه، حلو ان الواحد يكون عنده طموح ويكون عنده اصرار مثل ما بتقول وشغف ويعمل وينجح ويعمل دور له بهالحياه، ما انه يمرق عليها هيك مرور الكرام، يسيب اثر حلو ويعيشها ويستمتع فيها الحياه. ما عندك خوف من الموت ابدا؟ عندي خوف من 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 لقاء ربي اكيد. مشان هيك بحاول انه قد ما بقدر الخطايا اكثر. مش ما في حدا بدون خطيئه، احيانا انت بتفكر حالك عامل خطيئه كثير كبيره، وانك قلت كلمه هيك عاديه. الخوض بالاعراض اكبر خطيئه، لما انت تحكي على اعراض العالم اللي العالم هلا بتشوفها انه سهله وعلى لسانهم كثير، بس انت لما بتحكي على حدا هي اكبر يعني من اكثر الشغلات اللي ربنا بيعاقب عليها بالفعل النميمه. فانا بشوف احيانا الكلمه بتقتلك، واحيانا الكلمه بتكون اكبر خطيئه، وممكن تعمل اكبر كارثه كونيه بكلمه قلتها.